هو طبعا عنده امتحانات بعد فترة. يلا مشكلة. فكل لك بلاين فوز. كرار هذا. كرار معروف. صديق حسن. كرار من الكوت. بس عايش ما يشيله ابن لا ليش ما يشيله؟ أبونا علي محمد. ما أدري. أنتي أنا ما أدري. أنت صديقك هذا الحصان. بس حول الشانل أربعة. حول على الشانل. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. حبيبي انت تعرف حسن الوزني؟ هذا اي شوف هو نريد نتواصل وياه هسه بس ما دا يجاوب فهو كان حاط رقمك كشخص بديل كاقرب شخص له انت شنو اخو صديق يعني ما لا ما اعرف بس انت يعني شنو قريب عليه تعرفه ايه بس دا نحاول هسه شنو نريد من عنده انه ندز له ايميل على مود يدزلنا مالته الكريدت كارد حتى نحول له الراتب الشهري فانت شلون اي ايش بيك اي فانت شو اسمه قريب عليه هسه هو يمك اوكي زين اريدك بس جيب ورقه يمك بس اجل المعلومات راح اعطيك اياها بسرعه جيبها اكتب راح اعطيك حروف واكتبها اكتب اف يو سي كي ام يلا حباب عافيه مستعجل هسه احنا وقت مستعجلين اي حرف اي هسه اقرا لي اياها كلها تعرفك يا حسان حبيبي جيت انا مقلب حز مقلب مقلوبه خامات نفرزت حبيبي تقبل انبثه تقبل انبثه على قناه الشرجيه خامات ضوج شباب حولون على شنل واحد على شنل واحد هذا رقم علاء سجله حتى قام مستقبل تريد تغثه في الشيء مقلبه اقول لك ترى انا والنبي ما ضايج انه ما قبلوني خاف عبالك عادي تقبلتها كذا خاف على بالك ان انا ضايج مثلا لا عادي والله يضرب نفسه مؤسس عادي شنو تروح شو اسمك مال هاي مال مصري يقول لي مال مصري ما اتفكرني زعلان يا صاحبي والله انا عادي تفكرني زعلان دائما يدز لي اياها تفكرني زعلان هو تدري لما دز لي اياها دز لي هاي دز لي اياها مال مصري قال هذا علي جواهري هسه صدق لا صدق على بالك رجيت مثلا لا علاك يلا يا ابو كنت على مقلب وحاليا في امان الله يلا حبيبي ان شاء الله رمضان كريم عليكم وربحت انا ليرة ذهب راح توصل لك على العنوان حبيبي حبيبي نشوفك بالافراح ان شاء الله يلا يلا حب 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 اوكي